بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله دي أولى حلقات من قناة عمر زهران التعليمية عن Learn English with us and have fun. بنتكلم على اللغة الإنجليزية كلغة عالمية. مارينا أخذت مفردات من لغات كثيرة وبخاصة اللغة الأسبانية. Okay. Let's start. 15 English words borrowed from Spanish. 15 كلمة تم استعارتها من اللغة الأسبانية. As a global flexible language, English is capable of borrowing and altering words from other languages. كلغة عالمية، اللغة الإنجليزية قادرة على استعارة وتغيير بعض الكلمات من اللغات الأخرى. It's taken for granted that English speakers have adopted many Spanish words. إنه لجدير بالإشارة أن اللغة الإنجليزية أو متحدثي اللغة الإنجليزية تبنوا كلمات كثيرة من الإسبانيش، من اللغة الإسبانية. You may have come across، ربما تقابل or find some Spanish words that sound similar in English. كلمات تنطق تماما بنفس نطق اللغة الإنجليزية وتنطق بنفس النطق في اللغة الأسبانية. And some are even spelled. وبعض هذه الكلمات تنطق alike with minute differences. وكلمة minute differences يعني اختلاف extremely small، يعني صغير جدا، اختلاف طفيف جدا. يبقى خلي بالنا كلمة minute مش minute، هنا النطق مختلف والمعنى مختلف. minute معناها دقيقة، اوكي، لكن هنا كلمة minute differences معناها اختلافات صغيرة او بسيطة جدا. minute معناها ايه؟ extremely small. هنقدم لكم ان شاء الله list، يعني قائمة من 15 English words loaned، تم استعارتها from Spanish with their meaning بمعانيها and etymological origin. okay، يبقى etymological origin يعني أصلها الاشتقاقي. عندي كلمة etymological معناها اشتقاقي، okay، يعني الكلمة سواء كانت بلفظها أو بالمشتق من هذه الكلمة استخدمت في اللغة الإنجليزية. Okay. The first word number one breeze. breeze وأخذناها في الإنجليش بمعنى نسيم. breeze نسيم. أصل الكلمة في الإسبانيش اسمها breeze. 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 This is lingua española. دي لغة إسبانية. breeze معناها نسيم. أخذنا الكلمة في اللغة الإنجليزية وبقت breeze اللي هي نسيم. الميننج في الإنجليش a gentle blue or moderate current of air. okay، يبقى عبارة عن رياح أو نسيم، رياح هادئة أو نسيم، وده بنشوفه دايما in spring في فصل الربيع. okay، يبقى again breeze نسيم. أصل الكلمة in Spanish brisa. number two ranch. ranch. ranch معناها a big farm، يعني مزرعة كبيرة. ranch the Spanish word rancho. Rancho. ال meaning a large farm to raise livestock or crops. عندي كلمة livestock اللي هي الماشية و crops المحاصيل. يبقى عبارة عن ايه؟ a large farm مزرعة كبيرة to raise livestock or crops. ولها أصل تاني American Spanish originally means a group of people who eat together like a mess room. يبقى عندي كلمة رانشو أو رانسو اللي هي إسبانيش اللي هي بالإنجليش رانش، دي بقى دي لها another meaning، معنى آخر، بمعنى a group of people، مجموعة من الناس who eat together، بيأكلوا مع بعض، like a mess room، يعني الأوضة كأنها في فوضى، يعني ما فيش فيها طبعا نظام. يبقى لما أقول messy معناها فوضى، أو a mess room يعني أوضة في حالة أو غرفة في حالة فوضى. Okay, number three, gorilla, gorilla, gorilla. ودي فرد في عصابة. الإسبانيش word guerrilla, guerrilla, guerrilla. يبقى دي أصل الكلمة الإسباني.
meaning a member of a small independent group taking part in irregular fighting, typically against larger regular forces. اوكي، هي عبارة عن عصابة، دايما بتبقى عصابة صغيرة مستقلة بتشترك في نزاع ضد قوى نظامية. اوكي، a member of a small independent group taking part in irregular fighting يبقى typically against larger regular forces. اوكي، يبقى تاني the word يبقى guerrilla، guerrilla. يبقى the Spanish word guerrilla، guerrilla. اوكي، number four patio، patio. The Spanish word يبقى patio، it meaning an open area or country yard or courtyard. sorry، يبقى تاني again an open area or courtyard attached to a house، اللي هو الفناء اللي هو بيبقى ملتحق ببيت، بقول عليه patio أو patio in Spanish. number five stampede، stampede، وده معناه اندفاع جماعي. stampede the Spanish word estampida، estampida. يبقى in English stampede. يبقى a sudden rush of people or animals، اندفاع طبعا لمجموعة من الناس أو الحيوانات. أوكي، number six ودي an adjective بمعنى أو الانفورمال بتاعها بمعنى مفتول العضلات أو قوي أو لديه صفات ذكورية واضحة. عندنا macho، macho الاسبانيش word macho. أوكي، يبقى meaning to have manly، وكلمة manly هنا لها علاقة related to man، متعلقة بالإيه؟ بالذكر، بالإنسان. أوكي، يبقى to have manly characteristics and qualities such as being robust، strong، aggressive، unemotional. أوكي، يبقى macho يبقى معناها مفتول العضلات. number seven cockroach، cockroach. كلنا عارفين الكوكروتش اللي هو الصرصار أو الصرصور، ودي الاسبانيش ويرد بتاعته كيو كاراتشا، كيو كاراتشا، كيو كاراتشا. an insect يا حشرة with antennae and legs، لديها طبعا قرون استشعار. antennae اللي هي جاية من antenna اللي هي قرون استشعار. usually the reddish brown kinds are found as household pests، وغالبا بيبقى لونها احمر وبتوجد في المنازل. number eight avocado، avocado. ودي فاكهة الافوكادو، اللي Spanish word aguacate، aguacate. يبقى meaning a dark green pear shaped fruit، يبقى هي فاكهة لونها أخضر غامق with a smooth light green palm and one large seed in the center. اوكي، وطبعا لديها seed يعني بذرة كبيرة في منتصفها. يبقى avocado. number nine the word plaza، plaza اللي هي ساحة أو ميدان، بالإسبانيش يبقى plaza، plaza. يبقى this is the Spanish word، يبقى ال English word اللي هي اتخذت منها، ونلاحظ إن هنا الكلمة هي هي نفس ال spelling. أوكي، نفس ال letters الأحرف هي هي in Spanish زي in English. أوكي، ولكن النطق مختلف، أو plaza in English و plaza in Spanish. ال meaning a public area in a form of a building with shops and stores، يبقى هي منطقة عامة. أوكي، in a form of a building طبعا فيها مباني with shops and stores، يبقى دي ميدان أو ساحة. number 10 mustang، mustang. وده الحصان الامريكي، الاسبانيش ويرد mustango، mustango. ال meaning a small and lightly built american horse. اوكي، كارجو والكلمه برضو زي كلمه بالظبط بلازا او بلازا بالانجلش، نفس الكلمه كارجو اللي هنا السبيلنج والليدرز. اوكي، ونفس النطق واحد، يبقى كارجو او الاسبانيش كارجو، يبقى الكلمه هنا معنى شحنه. goods that are transported through ship، aircraft or motor vehicle. اوكي، يبقى شحنه. the word number 12 vanilla، الانجليش فانيلا.
الاسبانيش ويرد فاينيا 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 المينينج سويت سبستانس هي مادة حلوة اكستراكتد فروم فانيلا بودز تستخرج من الفانيلا يبقى يوزد از فلافور تستخدم طبعا كنكهة ان فود اور ان بيرفيوم او في البرفانة او الروائح. اوكي نمبر 13 لاسو ودي حبل بعودة طبعا لربط الحيوانات او التحكم في الحيوانات عند الاسبانيش ويرد لاسو المينينج اروب وذ انوت ذات فورمز ا رينج تو كاتش هورسز اند كاتل يبقى عبارة عن حبل بعودة للامساك بالاحصنة او المشي كانون كانون ودي طبعا مدفع في الانجليش والاسبانيش ويرد كانيون كانيون يبقى المينينج ان اول ذا تايب اوف لارج هيفي جان يبقى نوع من السلاح او المسدس يوجوالي اون ويلز دايما بيجر على ويلز عجلات ذات فايرز سوليد ميتال اور ستون بولز طبعا بيطلق طبعا معادن صلبه او ستون بولز او كرات من الحجاره. نمبر 15 عندي ذا ويرد تورنيدو تورنيدو ودي معناها اعصار بالانجلش. ذا سبانيش ويرد از تورنادو تورنادو meaning a powerful destructive windstorm هي عبارة عن عاصفة مدمرة that forms itself into a cone-like يعني بتكون نفسها شبه الكون المخروط capable of destroying everything on land طبعا ولديها المقدرة على تدمير كل شيء على ظهر الأرض. أوكي نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. أعزائي محبي اللغة الإنجليزية في كل مكان لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك وشير وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. With my best wishes Mr. محمود زهران كان معاكم. Goodbye. Thank you very much.